المشكل ده لا تكسيد ضرب السيده جارتنا ضربها بالموس. حنا نهار الاول ضرب الدري وتشد في الحبس، وهنا حنا كنمشيو كرميو عليهم العار باش يلعبوا لنا التنازل وما بغاوش يدوا لنا. انا سيدي مشيت رميت عليه العار وبست ليه رجليه والجيران كاع حاضرين، هو ما بغاش، قال لك لا انا باغي 4 المليون. كيقول له هو وامه بغاو 4 المليون، عطاته السيده تسلفت وتكلفت وما بحالهاش، عطاته مليون ديال الفرنك. مشى من يوصلوا للمحكمه عند وكيل الجلال الملك وكيل الملك عفوا، قال ليها طعن التنازل، قال لهم تغطوا عليا باش درت التنازل، وانايا راه ما مسامحش لهذا السيد. اليوم السيده خرجت تقدى جارتنا وما فيها لا عيب لا والو، كاع الجيران شاهدين وكاع الدراري رجينا كلشي شاهدين، الله يعمرها دار، العيب ديالها بعيد وعندها لتما سيدي. وتنطلبوا السيد تازي يدير لها العمليه الله يجازيه بخير، وتنطلبوا سيدنا الله ينصرو يحيد علينا هذا الاجرام وهذا قوت القتيله في المسيره، راه بزاف هذا الشيء. قال لها خرجت تقدى المراه هي وبنتها وهز، قال لها اجي بغيتي مليون ديالك واجي نعطيه لك. تدرك تحضر تهز ديك الهزه اللي هزها ضربها الحنكه، وقالت له لا وليدي انا ما بغيتش المليون، انا بغيتك دير لي التنازل ولدي. قالت له ما بغيتش المليون غير خلي عندك. قال لها هانتي هاجي نعطيك المليون ديالك. ديك التحضر اللي تحضرت المراه هي واقفه غادا تقدى ضربها بجنوي غفله وضربها بجنوي لوجهها، وهذا ما كانوا. وقت اللي السيده غاديه للسوق باش تقدى يا البنت ديالها عيط عليها، هو واقف حدانا عيط عليها شويه، شافها عيط عليها قال لها اجي. قلت له وديت السيده هذه لما بغيتيش دير تسامح معها رد لها الامانه ديالها، ما صافي ما بغيتيش تسامح معها رد لها الفلوس ديالها بلا ما تبقى 10000 درهم. الوقت اللي هذا السيد ما بغاش يرد لها 10000 درهم ديالها بدا كيتناول شويه شويه، جبد الموس من الجناب ديالو وضربت السيده بواحد السرعه، وشد البنت ديالها حيت ليه انا شديت ليه الموس، لانه علاش كان غيضرب البنت ديالها، وها طال الفرار هرب. من بعد مشينا للدائره 28، دخلنا للدائره تسنى حتى جات لابيلونس هزاتها، دينا العشرين دينا لسيدي عثمان، من سيدي عثمان هزينا عطاونا داروا لها عناية طبية هذا، وداو 20 غش، 20 غش تما فين تم الفحص ديالها، فحص ديالها الخياطة والدواء وهذاك المسائل، قاموا بالواجب كما يلي. واه راه غادي نتصدم ملي شفت انا مرا مضروبة حدايا، راه غادي نتصدم، راه ما كنتش انا كنتظر داك الشيء، لأنه الدري بسرعة باش جبد الناموس وضرب المرا، راه ماشي اللهم إن هذا منكر. السلوك ديالو خويا ما السلوك ديالو لا عنده سوابق في الضرب والرجل، حنا ما عندناش مشكل في هذاك الشيء، غير هو اشنو اللي خلاه يهز الموس ويضرب السيد يضرب مرا كبيره. كاين نزاع بيناتهم، ما بغيتيش تفك هذاك النزاع بيناتهم، ما تضربش المرا، زائد ان شدينا ليه الموس، شدينا ليه اليد اللي فيها الموس كان باغي يضرب بنتها، شدينا الوقت اللي بدا كيتناوز ضربها بكروشي الفم ديالها، صافي هادشي اللي كاين.